جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. بسم الله والابن والروح القدس امين. قد ايه النهارده مبسوطين بحضور ربنا في وسطينا. قبل ما ابدا الترنيمه الحلوه اللي فيها دعوه ربنا للراحه، خلنا نقول مع بعض ايه حلوه كلنا حافظينها، بتقول في انجيل بشير متى صح 11 عدد 28: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب فتجد راحة، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحمل خفيف. لما دعانا ربي قال لي تعالى ارتاح، أنا عندي سلامك وعندي لك. ربنا النهاردة بعت فرحة وبعت راحة لكل حد فينا النهاردة. يلا رن مع بعضين. لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح، أنا عندي سلامك عندي لك أفراح. السلام لك أفرح، ما للهم سودك ليه بيحني عودك، ما للهم سودك ليه بيحني عودك، خليني أمسك إيدك وماشي فلاح وماشي بفلاح. لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادى عليا وانا مش طايق ذنبي. لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادى عليا وانا مش طايق ذنبي. قال لي دمي طهر من كل فأجير واخرجوا للنور. قلبي ساعتها هقلل وامتلى سبح الرب. لما سمعت كلامه وشفت المنور قلبي ساعتها تهلب ربنا. لما سمعت كلامه وشوفت المدينة
ساعتها تهاب وامتلى بالروح. لما سمعت كلامه وشفت المجروح قلبي ساعتها بحبك. قول معانا بصوت عالي تاني يا ربي بحبك أعيش لك طول عمري يا ربي بحبك أعيش لك طول عمري هفضل أغني وأغني وأسلم لك لما دعاني ربي قال لي تعال ارتاح. يسوع عنده كل الراحة. الترنيمة اللي جاي بتقول نفس المعنى، سد يسوع في حياتي نفسي معاك مرتاحة. مفيش راحة أبدا بعيد عن الرب. قال يسوع اللي يبعد عني يضر نفسه. تعال نقول مع بعض يا رب أنت مالك عمري وأنت إيه وأنت سيد قلبي. جاي لك النهاردة بلاقي فيك الراحة، بلاقي نجاتي، بلاقي فيه كل الشبع يا رب النهاردة. قول معانا، سبح معانا، افرح بحضور رب النهاردة في وسطينا. أمين يا شعب الرب. نفسي أسمع شعب ربنا يقول معانا سدي يا صعب حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي بقربك الاقي الراحة سدي يا يسوع نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي بقربك الاقي الراحة مع عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي سيد
رب عليا تاني. جالي يا رب عليا، جالي عملك فيا، حبك مالي جالي وكنزي وكل مالي. جالي يا رب عليا، جالي يا رب يفيد دمع العين حبا وليس جراح. وقلبه كله حنان محضاره ملآن بالجود والإحسان. يا من يسعى فتان وقلبه كله حنان محضاره ملآن بالجود والإحسان. وشعب الرب معنا يا الله حبيب سبان وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى رضا. شوري يا ربي لي وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى رضا. حبيبي سبا سباني حبيبي سباني بحبه سباني شفاني من غمره من غمره رواني جزاني حبه أتي وعيد على ربنا. نساني وإيه في الدنيا يفرح إيه عندك ويعزيك خير الوقف أمامك وتكون راضي عليه. إيه إيه
في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. نعم. خير الوقت أمامك وتكون راضي عليك. مبنى في كلمة وصلوة نسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. مبنى في كلمة وصلوة نسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. متعز ومتشدد بيك هادي وببريتي سند عليك هادي. متعز ومتشدد بيك هادي وببريتي سند عليك هادي. حتى إن كان صوت الريح مش هادي هدي وداني صوتك وعبر هادي. هدي وداني صوتك وعبر هادي. كيف الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. خير الوقت أمامك وترضى علينا رب النهاردة. مين كيف الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. خير الوقت أمامك وتكون راضي عليك. وابقى في كلمة وصلوة نسك في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. بقى في كلمة وصلوة في الصورة الحلوة والحق الرباني. حالة سود على قلب العابد سيدي لما بتأسرني بمرحمك سيدي. حالة سود على قلب العابد سيدي لما بتأسرني بمرحمك سيدي. ولا أقولها المخلوق على أرض سيدي. تاج راسي وعزني يسوع تسي. يقول تاج راسي هو تاج راسي وعزني يسوع. مرة تاني تاج راسي. تاج راسي وعزني يسوع تسي. مين يقول معايا تاني تاج راسي وعزني يسوع تسي. دي في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. غير الوقت أمامك وتكون راضي عليك. في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. غير الوقت أمامك وتكون راضي عليك. أبقى في كلمة وصلوة مسبب عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. أبقى في كلمة وصلوة نسبب عالم تاني فيه الصورة الحلوة. أسمع أول عدد تاني الله. متعز ومتشدد بيك وببريتي سند عليك. متعز ومتشدد بيك وببريتي سند عليك. حتى إن كان صوت الريح مش هادي هدي وداني صوتك وعبر هادي. وانا هدي وداني صوتك وعبر هادي. ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. غير الوقت امامك وتكون راضي عليك. ايه في الدنيا يفرح عبدك ويعزيك. في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. أبقى في كلمة وصلوة مسبي في عالم تاني فيه الصورة الحلوة والحق الرباني. كل الهتاف وكل التصفيق والمجد لإلهنا الصالح يستحق التسبيح والفرح والتمجيد. ايه في الدنيا يفرح؟ والإجابة مفيش حاجة في الدنيا تفرح، لكن أحلى فرحة لما تكون موجود فين؟ قدام الرب. يلا نقول برضو ترنيمات كده مشجعة. عايز أقول بس حاجة صغيرة، الترنيمة يعني عشان برضو نبقى واضحين، الترنيمة مش الترنيمة تعزيني، لا، الترنيمة توصلني للي يعزيني. يعني الترنيمة هتوصلني لربنا اللي هو يعمل ايه؟ هيلمس قلب النهاردة. يلا نقول الترنيمة اللي جاية في وقت اضطراب وصعب، لكن المؤمن بيقول الكلمات بتاع المزمور 27: إن نزل علي جيش لا يخاف، وإن قامت علي حرب ففي ذلك
مرنم بيقول اطمن النهاردة، اطمن، اوعى تخاف. اطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك. والحقيقة احنا مش منقوشين بس على دي، لا، احنا لحم من لحمه وعظم من عظم. اطمن، ما تخافش، اتشجع النهاردة لان الهك عظيم جدا، هو حافظك لا ينعس ولا ينام. اطمن خايف ليه؟ افرح بربنا وانت بتسبح، اوصل رب. اطمن، اطمن خايف ليه؟ ناقش اسمك على كفين طول ما انت ماسك في ايدين. اطمن، اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الاسد غالب وهيفضل غالب. اطمن، اطمن خايف ما تخافش، ناقش اسمك على كفين ناقش اسمك ما انت ماسك في ايدين. ما هو يسوع الغالب، غالب ويفضل غالب. اطمن، اطمن عالموج العالي بيمشي، وكمان المرضى بيجي يدوا بالنعمة يكفي، يسد الاحتياجات في البحر يشق طريق، يتمجد وسط الدين مهما الأحوال بتدين، يجي ويصنع قوات عالموج العالي بيمشي، هو الرب. يدوا بالنعمة يكفي ويسد الاحتياجات في البحر يشق طريق، يتمجد وسط الدين واما الاحوال بالدين، يجي ويصبح قوة. الطم خايف ليه؟ تناقش اسمك على كفين طول ما انت ماسك في ايدين. اطمن، اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الاسد الخارج غالب ويفضل غالب. اطمن، اطمن، اطمن خايف ليه؟ تناقش اسمك على كفين طول ما انت امسك في ربنا جدا النهارده. اطمن، اطمن عنده للموت مخارج، هو عنده الموت غالب ويفضل غالب. اطمن، ضابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان، وبيدي سلام وامان للي بيتعلق بيه، في الرحمه ملوش نسيب وفداءه ده هو دليل. كل ذليل غالي ومحبوب في عينيه، ضابط كل الاكوان هو الرب، وبروحه في كل مكان وبيدي سلام تعلق ربنا. في الرحمة ملوش مثيل، وفداءه هو دليل، عن حب الكل ذليل، غالي ومحبوب في عينيه. أنا غالي ومحبوب في عينيه. واطمن خايف ليه؟ تناقش اسمك على كفين طول ما انت ماسك في ايدين. اطمن، اطمن عنده للموت مخارج، ما هو الاسد غالب ويفضل غالب. اطمن، اطمن تناقش اسمك، هو الرب يسوع طول ما انت ماسك في ايدين. امسك في الرب ما تخافش، في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا، طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات. ابليس قدامه مرعوب وباسم يسوع مغلوب، واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات. رب يسوع واحد، طول عمره قريب منا، هو الرب ولا يعرف مستحيلات. ابليس ما خايف منه، هو الرب انتصارات، مضمون لينا انتصارات. اطمن، اطمن خايف ليه؟ تناقش اسمك على كفين طول ما انت ماسك فيه، ما تخافش. اطمن عنده للموت مخارج، ما هو يسوع الغالب، غالب وهيفضل غالب. اطمن، اطمن، اطمن خايف ليه؟ تناقش
مزيد بالبيت انت عمرنا اتخرج عن طول الموت مخارج ما هو الاسد غالب وهيفضل غالب اسمع اتنين يلا انت ضابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان وبيدي سلام وامان للي علق بيه في الرحمه ملوش مزيد وفداؤه ده هو اسمع غالي ومحبوب في عينيه ضابط كل الاكوان رب وبروحه في كل مكان قول معانا وبيدي سلام وامان للي بيتعلق بيه في الرحمه ملوش مزيد فعنيه مين يقول معايا غالي ومحبوب فعنيه ايه وتطمن خايف ليه تلاقيش اسمك على كفين طول ما انت ماسك في ايديه اتطمن اتطمن عندون الموت مخارج ما هو الاسد الخارج غالب وهيفضل غالب اتطمن 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 اسمك على كفيش طول ما انت مفيدين هللويا 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 سبح الرب معانا هللويا 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 سبح معانا هللويا افرح بحضور الرب هللويا 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 سبحوا الله في قدسه سبحوه في ملك قوته سبحوه سبحوه على قوته سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه مستني ومعاهنك في سماء افضل غنوا معايا يلا مع بعض غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا رن ربنا رن خلوا تفتح مينا ويعني النصر كل يوم نجي ونكون شعب اللي مستني ومعاهنك في سماء افضل رن قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب روحي وعقلي ويا لسان يعظ وقال حبيب بسجود وحمد وعود امجد اسمه وعلي وفي زمان الغرب يفضل قلبي رنم ليه غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه
تسبحنا يدوم نعلن مصر مجيد واليوم مجيد شعب وشعب شعب اللي مستنيه ومعاه لك في سماء نفضل نرنم وسط الحرب وقت كتير انا برفع قلبي اليك بعده يثبت فيا ايمان يخليني اهتف ليك دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى وداف ايمان مبدل للمسيح ومعايا شعب الرب تعالوا نرنم نرنم الرب الرب في وسط كنيسته بتعلنوا بالتسبيح رافعين صليب الرب قلبين قلبين جنود الشر باسم دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم نرنم الرب خلوا تتسبح نيدو يعلن نصرنا فيه واليوم نجيبه نكون شعب شعب اللي مستنيه غنوا معايا تاني غنوا معايا شعب الرب خلوا هتاف شره بدم سمين قلبي احنا الغالي مرات الغالي سبع ونرنم ليك أيوة وبنهتف مجدك بنفس واحد نفس واحدة بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدك يا مليك ارفع اسمك ونعليك أصلنا فيك اسمع الشعب الرب ترنم ترنم مجدو مجدو بإلا الحياة ترنم 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 يسوع العظيم يسوع أعظم إله ترنم 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 مجدو بإلا الحياة
عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قول معايا ده قلبه حنين حبه يبين ان صليبه ده كان رنم الرب رنم الرب عن خطايانا مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو الرب يسوع بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. فلك نجاة سرنا سفينة يد أمينة على الموج ما نعلم معاه ندع علينا مرسى وشط وفلك نجاة سرنا سفينة يد أمينة على الموجة على الموجة نعلم معاه ارفع قلبك. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة هو بروح عطانا حياة وسط المحنة بسرعة
يسوع الحلو وجانا أوام عودوا إنت وجود تملي معانا أمان وسلام وسط المحنة بسرعة على محنة يسوع الحلو وجانا أوام ألف وعودوا إنت وجود تملي معانا أمان وسلام. أسمع شعب الرب سر حياتنا صوت عالي سر حياتنا هو يسوع بالرغم ما بصوت مسموع هو الكلمة هو بروح عطانا حياة هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة عنده حرصنا وسيلة هيعدينا لحد سماء مهما الغربة تبلينا صعبة تفسي المدقى وهن الآن تحرسنا وإيد وسيلة هيعدينا لحد سماء تبلينا صعبة هترسي المركب وهن الآن سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع قول معايا سر حياتنا الرب يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نقرا بنعمه الله وارشاد الروح القدس في سفر المزامير المزمور 95 الايه 6 والايه 7 والايه 8. هلما نسجد ونركع ونكسو أمام الرب خالقنا لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعى وغنم يديه. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. وأيضا في رسالة العبرانيين الأصحاح الثالث الآية 7 وأيضا الآية 15 لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. الآية أيضا 15 كررت إذ قيل اليوم إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. صوت الرب هو صوت ينادي في كل مكان بكل الوسائل المرئية المسموعة المقروءة المحلية والعالمية بالأحداث أيضا
والاضطرابات والزلازل والبراكين والأعصار في كل مكان، أجراس تعلن صوت الله، لكن لابد أن احنا نسمعه. هذه أصوات موجودة في العالم، وده صوت ربنا، لكن لازم أن احنا نسمعه. إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم. صوت الله باحث عن الإنسان، بيدور على الإنسان، لكن على الإنسان إن هو يصغي لصوت ربنا. ما ينساش صوت ربنا، لكن الله موجود وصوت الله موجود ينادي في كل مكان، لكن على الإنسان أن يكون عنده أذان صاغية وقلب مفتوح، فنتأمل في صوت الرب سبعية. النقطة الأولى صوت النعمة. الله بيوجه سؤال لآدم، أين أنت؟ لأنه آدم أخطأ، آدم تمرد، لكن الله بيوجه سؤال لآدم، أين أنت؟ أنت فين؟ هل أنت معايا ولا مش معايا؟ هل أنت قريب مني ولا أنت أيضا بعيد عني؟ النهاردة أيضا أنه زي ما قال لآدم، بيوجه هذا السؤال لكل واحد مننا النهاردة، أين أنت؟ آدم أخطأ خطية واحدة وإن كانت مركبة، اشتهى، لم يطيع ربنا، تمرد، لكن كم من الخطايا اللي احنا بنفعلها كل يوم، وبنتمرد ايضا على ربنا كل يوم، وايضا بنكون قاسيين على ربنا كل يوم. النهارده بيوجه السؤال لكل واحد فينا، انت فين؟ كل واحد كده يشيل اسم آدم ويحط نفسه النهاردة. آدم يمكن اعترف اعتراف ضمني شوية لما قال سمعت صوته في الجنة فخشيت لأنه عريان فإيه فاختبأت. هل أنا بقر؟ هل أنا بتوب؟ هل أنا بعلن وبعترف أمام ربنا إن أنا أخطأت؟ ولا أنا كمان بتمادى في الخطية؟ ممكن صوت ربنا نسمعه من خلال عظة، ممكن صوت ربنا نسمعه من خلال تسبيح وترنيم، ممكن صوت ربنا أيضا نسمعه عن طريق جنازة، ممكن صوت ربنا نسمعه عن طريق ألم وتعب وضيق، لكن علينا أن احنا نسمع صوت ربنا، صوت النعمة. وربنا خلي بالنا بينذرنا قبل الخطية، مش بيسيب الإنسان كده. وهنا كمان في تكوين 4:7 قال لقائين، فعند الباب خطية رابضة إليك وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني في خطية بيحذر
قائيل بيقول له هناك خطية أمامك، خلي بالك. كم مرة بيحذرنا، كم مرة بينذرنا، كم مرة كمان بيقول لك خلي بالك. لكن كثير من الناس بيتمادوا بفعل الخطية. الخطية بتكذب، الخطية تسيطر، الخطية أيضا بتبعد الإنسان عن ربنا، الخطية بتعمل حاجز كمان بين الإنسان والله. لكن على الإنسان إنه هو إيه؟ إن يكون واعي. على الإنسان إن يكون كمان قلبه مليان بالنعمة من كلمة ربنا. فبيكرر، خلي بالكم، السؤال زي ما كرره أيضا لمين؟ لأبوه آدم. أين هابيل أخوك؟ أين أنت؟ يعني بمعنى أنت فين؟ هنا عاوز يقول لنا إن ربنا بيبحث عن خلاصنا، وهنا كمان بيبحث عن خلاص أخوك، عن خلاص القريب. أين هابيل أخوك؟ شوف الجواب بتاع هابيل. فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ يعني أخطأ وبينكر، أخطأ وفي نفس الوقت لم يعترف. لكن هنا لازم نعرف إن إحنا لابد إن كل واحد فينا أن يكون حارسا لأخوه، مش بس إن الواحد يكون يقول أنا نفسي بس، لا، كلنا متضمنين في الخطية وكلنا متضمنين في الخلاص، متضمنين أيضا في الخلاص. لما أسعى لأخويا أو أختي، لما أنا أعمل الخير، لما أيضا إن أنا أعمل خير أمام أخويا أو أختي أيا كان، ليروا أعمالكم الحسنة فمجدوا أباكم الذي فين في السماوات. فكل واحد فينا هو حارس. هنا بينكر وبيرفض صوت النعمة. لازم إن احنا نكون حراس وأمناء لبعضنا البعض. لما الإنسان بيكون في ضيقة أنا بقف معاه، لما الإنسان يكون تعبان أنا بقف معاه، لما الإنسان يكون بعيد عن ربنا بسعى ليه عشان أكذبه، لما الإنسان يكون ضايع بسعى عنه عشان لخلاصه. كل واحد فينا خلي بالكم هو إيه؟ هو حارس لأخيه. فصوت النعمة هو صوت أول حاجة أين أنت؟ لازم كل واحد إن هو يجي لربنا، وفي نفس الوقت كمان سؤال بيوجهه كمان ليك عشان أخوك، عشان القريب، أين أخوك؟ صوت النعمة. النقطة الثانية صوت التوبة، صوت التوبة. الله عاوز إن هو يرمم الصورة المشوهة المكسورة. ربنا خلقنا على صورته وإيه ومثاله، كمال كمال الخليقة، ميزنا عن باقي المخلوقات. رغم إن كل المخلوقات خلقت قبل مين؟ قبل الإنسان، لكن خلق الإنسان مميز، اداله عقل، اداله سلطة كمان على كل المخلوقات. دي من محبة ربنا لمين؟ للإنسان. لكن لما الإنسان أخطأ ربنا
أراد أن يرمم هذه الصورة المكسورة المشوهة عشان ترجع لطبيعتها. يحيي كمان العظام اليابسة عشان تصبح حية. فهنا التوبة هي رجوع الإنسان لربنا. ارجعوا إلي أرجع إليكم. رجوع. رجوع الإنسان لربنا يعني عاوز يقول لنا إنه مهما كانت خطيتك ربنا فاتح الزرعين. مهما كانت الخطية اللي أنت بتعملها ربنا بيحبنا. مهما كانت الصورة بتاعتك المشوهة هيرممها. مهما كانت العظام يابسة هيديها نسمة حياة. ربنا بيحبنا. ربنا بيحبنا وعاوز ايه؟ عاوز يرجعنا لمرة مرة اخرى. التوبة تعني ندم واحساس واحتياج. في لوقا 15 اللي بيكلمنا عن الابن الضال، وفي بعض المفسرين بيقول الابن ايه؟ الشاطر. الابن الشاطر. هذا الابن اللي هو ذهب الى كورة بعيدة، اخذ كل شيء من ابوه ولكن لا يستحق. لكن شاف المرارة والتعب اللي هو بعيد عن مين؟ عن ابوه. لكن عندما رجع قعد كده مع نفسه، كم من أجير عند أبي وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب الآن وقل أخطأت إلى السماء وأمامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، احسبني كأحد أجرائك. دي ندامة. هذا المثل عاوز يقول لنا انه لابد الانسان يكون عنده ندامة حقيقية، مش ندامة مزيفة. كم من اناس يصوموا، كم من اناس يصلوا، لكن ما فيش تغيير في حياتهم. التغيير لازم ينبع منين؟ من الداخل. التغيير لابد ان ينبع مين؟ من القلب. يا ابن اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. فالتوبة هي ندم واحساس بالاحتياج، وايضا صلح. صلح كمان ما بينك وبين ربنا، لان الخطية بتفصل. الخطية بتعمل حاجز. لكن بالمسيح أزال الحاجز ده. بالمسيح رفع الحاجز ده. بالمسيح شال الحاجز ده كله. لكن عاوز ان انت تقيم علاقة حقيقية معاه، ان انت تعرفه. ما هيش معرفة معلوماتية، لكن معرفة حقيقية من القلب. يعني ادخل في علاقة حقيقية مع ربنا، لأن ربنا بيحبك وربنا عاوزك، وربنا كمان عاوز يسعى لخلاصك، مش عاوز يبعد عنك. وخلي بالكم إنه ربنا لم يأتي لفئة معينة ولا جماعة معينة، لكن أتى لمين؟ للكل، لأجل الكل. فعشان كده ما تأجلش التوبة، لازم يكون في توبة. ارجعوا إلي أرجع إليكم. إنه الإنسان لما بيأجل التوبة بيزداد الإنسان سوء. يعني الإنسان لما بيبعد عن ربنا بيتتراكم الأخطاء، زي البيت اللي مش بينضف باستمرار. لو تركنا منزل معين ولمدة شهور
هيحصل ايه للبيت. لكن لما يكون بينضف باستمرار بيكون ايه البيت في حالة نظافة مستمرة. هكذا القلب لازم نعمل نظافة باستمرار لقلوبنا. ما ينفعش انه الانسان يبقى مرة واحدة يتذكر ربنا كده كل سنة، لكن لازم الانسان يقر باستمرار، لازم الانسان يتوب. خلي بالكم اقوى عذاب للانسان عندما يجد اسمه عندما لم يجد اسمه في سفر الحياة. اقوى عذاب لما يلاقي اسمه مش موجود في سفر الحياة، يقول له ليس لك مكان. لكن الآن في توبة هيقول له إيه؟ ليك مكان، وليك مكان أفضل، وليك مكان أحسن. فإذا كان الرب بطيء الانتقام وطويل الصبر، احذر أن تؤخر أو تؤجل توبتك. وهنا ربنا بيقول لنا إيه؟ لأني لم آتي لأدعو الصديقين بل الخطأ إيه؟ للتوبة. في إنجيل القديس متى إصحاح 9 الآية 13 هنا بيقول لنا أنا لكل الخطأت، أنا جاي لكل البشرية، أنا جاي أرمم الصورة المشوهة، أنا جاي أيضا للعظام اليابسة عشان تكون حية. فلازم تشترك تكون من ضمن هذه العظام عشان نكون أحياء. اسمع النداء ده بتاع التوبة في إنجيل القديس لوقا الأصحاح الثالث الآية 4 صوت صارخ فين؟ في البرية، أعدوا طريق الرب. صوت الله يصرخ على لسان يوحنا المعمدان، صوت ربنا بيصرخ، صوت صارخ في البرية أعدوا طريقي الرب. لازم نجهز، لازم نعد قلوبنا لربنا. ما يكونش يكون إعداد وقتي، ولا كمان يكون إعداد يعني للمناسبات فقط، أو يكون إعداد لشخصيات معينة عشان نسمعها، لكن يكون في إعداد مستمر. ممكن إبليس يضحك عليك ولكن النهاردة خادم النهاردة لا بلاش النهاردة. ممكن يأجل ويقول لك بلاش يعني الصلاة النهاردة، بلاش الاجتماع النهاردة. وكل الإنسان بيعمل ايه؟ تأجيل، لأن الشيطان شاطر عاوزنا أن يكون في تأجيل باستمرار باستمرار لما تضيع الفرصة، لما تضيع الفرصة. لكن لازم ننتهز الفرصة ونقول مع المرنم يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب. خذ المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب. لازم نعرف الطريق ولازم نمشي في طريق المسيح عشان هو اللي هينور ايه حياتنا وقلوبنا. يبقى صوت النعمة، النقطة الثانية صوت التوبة، النقطة الثالثة صوت الحرية. صوت الحرية، الشخص الوحيد اللي هو يحررك هو شخص يسوع المسيح، ما فيش غيره. ممكن انه الانسان يتحرر من سجن لفترة معينة، عن فترة معينة في السجن، لكن دي معينة يعني فترة ضيقة. لكن لو انت في أزمة تاني مش ممكن يعمل ايه يفرج عنك او ان هو يحررك مرة تانية. لكن الوحيد اللي هو يحررك كل يوم وكل لحظة هو مين؟ شخص يسوع المسيح. عشان كده بيقول لنا
لأنادي المأسورين بين بالإطلاق. هو المحرر الوحيد. في إنجيل القديس متى أصحاح 12 الآية 22 بيقول لنا أحضر إليه مجنون وأعمى وأخرس فشفاه حتى إن الأعمى والأخرس تكلموا إيه وأبصر. ده محتاجين للشخص ده. ده المجنون ده محتاج أيضا دكتور نفسي. طيب والأعمى دكتور عيون، والأخرس عاوز دكتور فم وأذن وحنجرة. طيب إزاي إنه مين اللي هيبدأ؟ لكن عاوز يقول لنا إنه المجنون ما يعرفش يميز الشخص البعيد عن ربنا شخص مجنون، لأنه مش عارف يميز ما بين صوت الله وصوت إبليس. الأعمى مش عارف طريق ربنا، ده البعيد عن ربنا إنسان أعمى. والأخرس مش قادر يتكلم كلام حلو، دايما بيغلط بيغلط بيغلط. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان لما يكون إنسان إيه؟ إنسان بعيد، هيكون نفس التشكيلة دي ونفس الأمراض ونفس العيوب. لكن الإنسان اللي يكون مع ربنا إنسان إيه؟ كامل. شوف هذا الإنسان اللي هو مقيد بعدة أمراض اتحرر منها وأصبح إنسان سليم، إنسان كامل. فالله عنده الحرية الحقيقية، مش حرية مزيفة خلي بالكم. لكن البعيد عن ربنا هيكون إيه؟ مقيد وعايش في الخطية. لكن قريب من الله هو الإنسان إيه؟ اللي هو تحرر. وبعدين إن حرركم الإبن فبالحقيقة إيه؟ أنتم أحرار. هو الوحيد اللي حررنا، ما فيش غيره. هو اللي جه وتجسد عشاننا. هو علمنا إزاي بيقبل كل الخطاة. هو على الصليب مات عشان يعلن خلاص للجميع، للأمم، لكل البشرية. أيضا أنه صوت الحرية، شوف المعجزة اللي صنعها يسوع، أنه هذا الإنسان كان مقيد، أنه تقدم إليه رجل جاسيا له قائلا يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع في النار وكثيرا في الماء. فإنه يسرع. فطلب يسوع وقدموا إليه فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام. ده في إنجيل القديس متى أصحاح 17 من الآية 14. هذا الإنسان اللي كان إيه؟ ده بيشبه الإنسان اللي هو إيه؟ بعيد عن ربنا. اللي بعيد عن ربنا إيه؟ الأمواج هتاخده. البعيد عن ربنا هيكون ممكن في النار العالم، في يواجه مشاكل وأتعاب، ولما يسمع كلام يبقى يسمع كلام زي النار. لكن يسوع يحرر هذا الإنسان، عشان كده يحررك، يحرر كل شخص منا مهما كانت الخطية. فهنا صوت إيه؟ صوت الحرية، صوت النعمة، صوت التوبة، صوت الحرية. النقطة الرابعة صوت الارتواء، صوت الارتواء. ربنا يسوع المسيح يروينا بماء حبه. هذا الماء اللي هيشربه لا يعطش، واللي هياكل منه لا يجوع. وهنا كلام واضح في إنجيل القديس يوحنا الأصحاح السابع الآية 37. وقف يسوع ونادى قائلا، ونادى ونادى يعني بصوته عشان ينادي، يعني صوته بيعلى، يعني صوته عشان يكون مسموع للكل. ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي وإيه ويشرب.
انعطش أحد، ما طلبش ناس معينين، ما طلبش أشخاص معينين من فئة معينة، لكن لا، إدها يعني حرية لكل إنسان. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ارتوت السامرية بماء المسيح، فلن ولن تحتاج إلى الماء والبئر. لما سمعت كلام المسيح تغيرت كاملة. وهنا بيقول لنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع الآية 13-14، كل من يشرب من هذا الماء يعمل يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. فلن يعطش إلى الأبد. وده خلي بالكم لما بنشوف المرأة السامرية في بداية اللقاء اللي حصل، في بداية اللقاء رأت في المسيح رجل، ورأت في المسيح يهودي، مش فيش غير كده. لما طلب منها قالت له ايه؟ أنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية. شوف الكلام هي شافته كده في البداية، لكن لما ارتوت بالمسيح قالت ايه في انجيل القديس يوحنا الاصحاح الرابع الايه 19، رات فيه نبي وسيد. في الاول كان ايه؟ كان رجل وايه؟ ويهودي. اليهودي يعني لا يتعامل مع السامريين، والرجل يتعامل مع المراه. لكن هنا بعد لقائها مع المسيح وارتوت، رات في المسيح نبي وسيد. فقالت له المرأة: يا سيد أرى أنك إيه؟ نبي. أرى أنك نبي. اللي يدخل في علاقة مع الرب يكتشف فيه سيد ونبي ورب، لكن اللي يكون بعيد عن ربنا هيكتشف أنه يكون شخص عادي، هيكتشف أنه يكون فيه شخص عادي. لكن اللي يدخل في علاقة حقيقية مع ربنا يكتشف إن هو سيد ورب وإله. مع المرأة اللي رفع صوتها شوف وشبعت بكلام يسوع، هذه المرأة خلي بالكم في المجتمع اليهودي ما ينفعش تعلي صوتها، لكن هذه المرأة اللي هي وقفت كده أمام الجميع لأن ارتوت، شبعت من كلام الرب. طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. لكن شوف بيقول لها هي: أما هو فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله وإيه؟ ويحفظونها. إنجيل القديس لوقا الأصحاح 11 الآية 27. هو الإنسان اللي هو بيمتلئ بكلمة ربنا بيتكلم كده بلجاجة، بيتكلم لأنه ممتلئ بكلمة ربنا. لكن الإنسان البعيد عن ربنا مش ممكن هيكون ممتلئ بكلمة الله. هذه المرأة ارتوت بماء السيد المسيح، فتغير من حالة الخطية إلى حالة البر أو النعمة، من حالة الأغز إلى حالة إيه؟ العطاء. وعشان كده المرأة إيه اللي حصل معها؟ المرأة السامرية اللي هي راح عشان يعني واخدة الجرة بتاعتها وطلع في عز النهار وعاوزة تروح تملى المية، تركت الجرة بتاعتها خلاص، ارتوت بالماء، ارتوت بالماء الحي، تركت. وهنا ترك الخطية، عرفت يسوع المسيح حقيقة. فهنا صوت النعمة بيناديك، وصوت أيضا التوبة بيناديك، وصوت الحرية بيناديك، وصوت الارتواء بيناديك. لازم نرتوي بماء المسيح. النقطة الخامسة، صوت الرحمة. صوت ايه؟ الرحمة. ينادينا رب المجد: كونوا رحماء لأن أباكم هو ايه؟ رحيم. ورحمة ربنا ظهرت كمان في ميلاده،
في بلاده ظهرت رحمة ربنا، ولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب. ظهرت أيضا في تعامله مع المرضى، تحنن على المرأة الكنعانية، وأيضا في إنجيل القديس متى أصحاح 15 تحنن على المرأة الكنعانية. وشوف قال لما هي بتقول له يا رب أعني، يا رب أعني، فكان وهي بتصرخ وبتطلب يسوع، ابنتي مجنونة جدا. خلي بالكم هنا لم يجيبها، مش عشان هو مش قادر او مش عاوز يرد عليها، لا، هو بقى يشوف مدى علاقتها اللي بينها وبين ربنا، هل هي قوية ولا بس مجرد شفاء لابنها. وبعدين هي تتقدم حتى تلاميذه طلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. شوف الكلام اللي قاله رب المجد، فأجاب وقال لم أرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فسجدت له قائلة يا سيد أعني، شوف كم مرة. فأجاب وقال لي حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. خلي بالكم هنا مش ده كلام الرب، ده الكلام اللي كان بيتقال اللي بيقولوا اليهود على مين؟ على اللي هم الأمميين اللي هم غير اليهود. فأي شخص غير يهودي فيعتبر ده يعني نجس. فبيقول الكلام عشان يشوف مش الكلام اللي انت بتقولوه، ويشوف رد المرأة كمان. وفي نفس الوقت مش بمعنى ان هو بيقول الكلام ده ان هو بيغلط في هذه المرأة، لا، عشان يقول لهم خلي بالكم مش الكلام اللي انت بتقولوه انه ده يعني على المرأة وده يعتبر خطأ. وهنا كمان شوف المرأة بإيمانها ودايما باستمرار لها يعني إيمان حقيقي، شوف بتقول ايه، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. شوف ربنا يسوع المسيح بيقول له ايه، أجاب وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، لما رغم كل الكلام اللي بيتقال علينا لكن أنا مؤمنة بيك، رغم كل اللي بيتقال على أي شخص غير يهودي لكن أنا بعترف بيك وبطلبك يا سيد أعني. عشان كده هنا بيقول لها ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها في تلك الساعة. ده خلي بالكم عشان عندها إيمان بمين؟ برب يسوع المسيح، برب يسوع المسيح. أيضا تحنن على المرأة امرأة نائين اللي هي أيضا كان ابنها محمول ميت، هو وحيدها وكل الناس ماشية وكل الناس أيضا لمسوا النعش، كل كمان اللي عاوز يودع هذا الشاب كله الكل لمس هذا النعش. لكن في فرق ما بين لمسة ولمسة، في لمسة يعني أي شخص ما هياش لمسة عادية، لكن هناك لمسة حياة. فهنا فلما رآه يسوع تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش وقال أيها الشاب قم، فقام. حنان ربنا بيشفق على المرأة وعلى ابنها، حنان يسوع بيشفق أيضا على هذه المرأة الكنعانية وعلى ابنتها، لأنه فعلا هو رحيم ورحمته مش لفئة معينة، للكل،
لليهود وغير إيه؟ وغير اليهود. أيضا بنشوف هنا في مثل الابن الضال اللي خد كل حاجة، لكن يقول لنا هنا الكتاب في لوقا 15: وفيما هو بعيد نظره أبوه فتحنن عليه وأسرع وألقى بنفسه على إيه؟ عنقه وإيه؟ وقبله. نسي كل حاجة، تحنن عليه وأسرع إليه، نسي كل حاجة. عشان كده ربنا بيطرح كل خطايانا فين؟ في بحر النسيان، مش بيتذكرها. احنا دايما ممكن نتذكر الخطايا بتاعتنا، ممكن نتذكر لما ممكن يكون في سلام بيننا وبين بعض، لكن لما بتحصل مشكلة نتذكر كل القديم. لكن لا، عكس ربنا، بينسى كل حاجة، بيبدأ من معاك من جديد. بتغلط برضو بيبدأ، لما بتوب يبدأ معاك مرة تانية من جديد، لأنه بيحبنا. أريد الكل إيه؟ يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإحنا حتى كمان في القداس دايما بنصلي في صلاة الشكر، بنقول إيه؟ فلنشكر صانع الخيرات الرحوم. الرحوم الله هو رحيم. حتى هذه الصلاة وصلاة الشكر في كل قداس وفي كل كمان صلاة بنصليها الرحوم الله. والطلبات اللي بيطلبها الكهن: اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. للكل الشعب بيقول إيه؟ ارحمنا يا الله الآب، ضابط الكل. بس ما ينفعش نقولها نرددها بالشفاء، ما ينفعش. لازم كل واحد فينا أن يرددها بين من جوه، من القلب. لازم الكلام ده يطلع من القلب. خلي بالكم، ربنا عارف كل شخص. هتمثل عليه عارفك، هتكون صريح معاه عارفك، عارف كل شخص. لكن على الإنسان أنه هو يكون صريح معه. هو عارف، ما تضحكش عليه. ممكن نضحك على بعضينا، ممكن نعمل إذا كانت خطايا في العالم مش ممكن نعملها، لكن نعملها في السر عشان ما يشوفنيش حد. لكن ربنا هو فاحص القلوب ومختبر الكلى، يعني عارف. عينا تخترقان أسطار الظلام، يعني شايف اللي بيعمل الإنسان، اللي بيعمل بالليل واللي بيفعل فين في النهار، واللي بيكون في أوضة مغلقة، وحتى لو أنت ماشي في الطريق ربنا عارفك. لكن هو رحيم، حتى لو أنت عملت الخطية وأنت رجعت هو رحيم بيقبلك مرة تانية. فعلينا أن احنا نكون رحماء بالبشاشة لبعضينا، بلاش نضايق بعضينا. خلاص نسبة الضيق والتعب هنا في مصر بيزداد، كل شوية بيزداد. بسبب ايه؟ غياب المحبة، مش بنرحم بعض، غياب الرحمة. كل واحد عاوز ان هو يسعد نفسه، ما ينفعش. ما لو هو اللي قدامك ده ما كانش سعيد، انت مش هتكون سعيد. لو هو اللي قدامك ده مش فرحان، انت كمان مش هتكون فرحان. لو انت كمان يعني عاوز ان انت تكون مبسوط بس اللي قدامك مش مبسوط، هتعمل ايه؟ ولا حاجة. فلازم نسعد بعض، لازم نسعد بعض عشان يكون في سلام بيننا وبين بعض. فصوت الرب هو صوت ايه؟ صوت النعمة، صوت التوبة، صوت الحرية، صوت الارتواء، صوت الرحمة. النقطة السادسة: صوت المحبوب. صوت المحبوب. علمنا السيد المسيح ازاي نعيش المحبة، مش كلام. يتخلى عن العرش، يخلي نفسه آخذا صورة عبد، يكون إنسان عادي. مين كده لما واحد كده رئيس جمهورية تنتهي ولايته بيكون ايه؟ فرحان يعني؟
هينزل ويكون واحد غيره، فبيكون طبعا مش سهل. لكن هو قبل ده، رب المجد قبل ده ان هو يكون في وسطنا. بس الانسان اللي هو قلبه مش مفتوح على ربنا مش هيكتشف انه الاله محب. الاله بيجي انسان. عشان كده احد الاباء قال كده: صار الاله انسانا لكي يصير الانسان الها، يرفعنا. يعني يرفعنا، هو نزل عشان ايه؟ عشان يرفعنا للسماء. شوف من محبه ربنا لينا ازاي، عشان يرفعنا كده لفوق. فاحنا كمان يبقى جاي عشان يرفعنا واحنا ننزل كمان. ما الخطيه بتعمل ايه؟ مش هترفع. الخطيه دي بتعمل ايه؟ بتنزل الانسان لتحت للجحيم. لكن المسيح الكلمة صار جسدا وحل بيننا، عاوزنا ان هو يرفعنا. هو جاي بيرفعنا، هو جاي عشان يودينا السماء. فاحنا لازم نكون متحدين معاه. بس اللي هيحب الخطية هيعمل ايه؟ هينزل تحت، هيبعد عنه. طب ما هو المبادر اهو، الله بادر، الله تنازل، الله تجسد، الله عاش بيننا. انت عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ ده حتى ما كانش ليه مكان ان يسند ايه راسه. انت عاوز ايه تاني؟ ده حتى لما اتولد ولد فين؟ في مزود ليس له مكان. عاوز ايه انت تاني اكتر من كده؟ صوت المحبوب بيحب الكل. خلي بالكم، الوحيد، الشخصية الوحيدة في العالم انه ما قالش كلام، لكن عندما قال فعل. احب بعضكم بعضا كما احببتكم ايه انا. هو اللي عمل الحب انه تجسد، الحب انه هو عاش وسطينا، الحب انه هو يصلب رغم ان هو ايه بريء. ده حتى كمان المحكمة كانت محكمة غير عادلة، اتحكمت بالليل وكل واحد كان عم يعني يوديه للتاني واتحكمت محكمة ليلية وليست نهارية، محكمة ظالمة. ولكن قبل عشان كل واحد فينا، عشان كل واحد فينا. وهنا أيضا كمان أحب كل شخص، كل شخص، والخطاة هم أولهم. شوف على الصليب إنه يعلن حبه للجميع، يعلن حبه في النجم. وهنا تذكر في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 3 الآية 16: هكذا أحب إيه؟ الله العالم. العالم مش الناس معينة. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة أبدية. شوف الحب ده، شوف حب الله عمل إيه؟ إنه يضحي ويبذل لأجل الكل، لأجل الكل، لأجل الكل. ف علينا ان احنا فعلا نعيش وصايا، نعيش وصايا. ما يكونش كلام، هو الوحيد الشخصية ان هو قال، كان يقول ويفعل. كم مرة احنا بنوعد ربنا نقول له توب لما ندخل في أزمة كده او ندخل في مشكلة، بيحصل ايه معنا؟ بنسقط ونوعد ربنا ونرجع للخطية تاني. هو الوحيد، الشخصية الوحيدة في العالم انه كان يقول كلام ويفعل، ويفعل. وهنا الحياة المسيحية خلي بالكم قائمة على حاجتين.
محبة الله ومحبة القريب الاثنين. أصلي ربنا مش بمعنى ان هو ان احنا نحبه بس، لا، عاوز تحبني حب ايه الاخر، عاوز ان انت تمشي حسب وصاياي اعمل خيرا، لانه السيد المسيح كان يقول يصنع ايه خيرا. فاحد قال له يا معلم اي وصيه هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل ايه قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وتحب قريبك ايه كنفسك. الاثنين، حياه المسيحيه قائمه على اثنين. عاوز تقول انا بحب ربنا، حب اخوك وحب اختك. ما ينفعش انه في مشكله، ما ينفعش ان انت بتخاصم وتقول انا بحب ربنا. ما ينفعش كمان ان انت كمان يعني بتقول انا بحب ربنا وبتيجي تصلي يوم الحد وكمان بتحضر اجتماعات وانت في البيت او جارك او جارك وانت زعلان معاه او انت زعلان معاه. ما ينفعش. كل ما تفعلوه باحد هؤلاء الصغار فبايه فعلتم. تاكدوا، لو احنا بنحب القريب كما يجب، لما نشوف فيه ربنا، لكن احنا مش بنحب القريب، احنا مش بنحب القريب كما يجب، لان احنا مش بنشوف القريب اللي هو في الله. تأكدوا إننا لا نحب القريب كما يجب طالما محبتنا توقف على البعض. أنا بحب ناس معينين، ما ينفعش. المسيح ما علمناش كده. المسيح حب إيه؟ الكل. أنت لازم تعمل كده. تقول إن في واحد بيكرهني، اتعامل معاه بالحب. في واحد مش بيحبني، أنت حبه. في واحد بيتعامل معايا معاملة سيئة، تعامل انت معاه معاملة ايه كويسة حسنة. في واحدة كمان ان هي دايما بتضايقني، لا، انت بيني واظهري عملك. هو كده لازم نجسد محبة الله فين؟ على الارض. هو عملها، السيد المسيح فعلها على الارض. احب في ميلادي، وأحب أيضا في معايشته مع الناس. كان بيجلس مع الخطاة والعشرين لأنه بيحبهم، يريد توبتهم. كان بيقعد مع المرأة الخاطئة لأنه بيحب. أيضا على الصليب، رغم أنه هو بريء لكن صلب. هو ده محبة. وحتى كمان على الصليب، يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هي دي المحبة. تأكدوا أننا لا نحب القريب كما يجب طالما بعض نقائص في القريب بتبعدنا. إحنا بقول لا، ده إحنا بنحب، لكن لما بتظهر خطأ في واحد قدامي أروح أنا أعمل إيه؟ بعيد، أبعد عنه. مش دي المحبة. المحبة اللي تخليني أعمل علاقة مستمرة مع مين؟ مع الإنسان. أنا كده بجسد محبة مين؟ محبة الله على الأرض. لازم تكون محبتنا جامعة شاملة لكل الناس، مش لفئة معينة، لازم للكل. لأن الكل إيه؟ اشتروا بدم المخلص، وكلنا هيكل إيه؟ الروح القدس. الروح القدس. يبقى كده صوت الرب هو صوت إيه؟ صوت النعمة، صوت التوبة، صوت الحرية، صوت الارتواء، صوت الرحمة، صوت المحبوب. النقطة السابعة، صوت العدل. صوت العدل. السجون في العالم مليئة بالمظلومين، صحيح، ياما في السجن ايه مظالم،
مش بنلاقي العدل الحقيقي لا بين الاخوه ولا الاسره ولا المجتمع ولا العائلات ولا المؤسسات، بيبقى في تمييز. لكن عند الله عنده كمال ايه؟ كمال العدل، كمال العدل. فهنا بنسمع انه ربنا يسوع المسيح في يوحنا 5 الآية 30 السيد المسيح قال: انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما اسمع ادين، ودينوناتي ايه؟ عادلة، دينوناتي عادلة. لكن رغم انه هو عادل ومن حقه ان يحكم على اي انسان مخطئ، لكن بيغفر. مع المرأة السامرية لم يظهر أخطأها، هي اللي ظهرت أخطأها، هي اللي قالت أنا تزوجت خمسة واللي معايا ليس هو زوجي، لكن في السابع اللي هيعمل إيه؟ هيخلصها ربنا يسوع المسيح، عشان كده يمتدحها، قال لها إيه؟ بالصواب أجبتي. شوف بيمتدح المرأة الخاطئة. لو حد فينا كده في مكانه يقول لها ما أنت ده أنت غلطتي، مش عاوزة أتكلم، ده حصل منك وحصل منك، لكن ما قالش كده أبدا، قال لها بالصواب أجبتي. مع المرأة الخاطئة في لوقا 7 الآية 36 قال لها إيه؟ مغفورة لك خطاياك، إيمانك تخلصك، اذهبي بيه بسلام. اللي هي المرأة اللي هي دخلت بيت الفريسي وهي سكبت الطيب وبدأت تمسحهم بشعر رأسها، وشوف عدد الانتقادات، إنه هو الفريسي اللي هو يعني دخل المسيح في بيته، ولكن ما دخلش فين؟ في قلبه، ما دخلش في قلبه أبدا. عشان كده حكم على السيد المسيح وحكم على المرأة. لو كان ذا نبيا لعلم أن هذه المرأة خاطئة. طب ما هو عارف، ما هو عارف وشايف. أنت عاوز تقول له، عاوز تنصحه، هو عارف. فعلم يسوع ايه؟ افكارهم، وبدا يتكلم. وهنا لم يحكم على المراه، لكن قال لها مغفوره لك ايه؟ خطاياك. شوف صوت العدل، شوف العدل بيعمل ايه؟ بيسامح، ما حكمش. احنا عندنا الحكم هنا لو حتى لو كان عادل بس بيظلم، مش بندي فرصه للانسان، مش بندي فرصة للتوبة، مش بنعذر. خلي بالكم ما عندناش أعذار، لكن السيد المسيح قال لها مغفورة لك إيه؟ خطاياك. مع المرأة أيضا التي أمسكت بذات الفعل، أمسكت، شوف أمسكت، كلهم حواليه وقال لهم موسى والشريعة بتقول لابد أن ترجم، لم ينظر ليها، ما نظرش ليها، لكن نظر يعني للأرض، وقال كده من منكم بلا خطية فليرميها ولا بإيه؟ بحق. اللي ما عندوش خطية يبدأ عادل بالرجم، لأنه ده كان حكم الإعدام، كان حكم الإعدام في الوقت ده، الرجم والصلب من ضمن الأحكام، حكم الإعدام. لكن ما حكمش عليها، كلهم مشوا، كلهم مشوا. ومين اللي كان قاعدين؟ وبقي يسوع وإيه؟ والمرأة. فبيقول لها أين هم المشتكون عليك؟ فين هم؟ فين هم؟ أما دانك أحد؟ حد دانك؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال له يسوع وأنا إيه؟ لا أدينك. هو ده صوت العدل، صوت العدل هو مش بيدين، مش بيدين أبدا. إحنا بندين، احنا بنحكم، حتى لو في، حتى لو من حقنا، لكن من حق ان انت تعمل كده، انت مش بتدي فرصة، مش بتدي فرصة لأخوك، مش بتدي فرصة لأختك، بنحكم حكم قاطع. لكن هنا بيدي فرص كثيرة لأنه عادل، عادل. خلي بالكم في فرصة. في مجيء الأول من بداية التجسد لغاية المجيء الثاني في فرصة للكل، لأنه قال لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. يعني هو هيعمل إيه؟ هو في كل من
من بداية التجسد لغاية المجيء الثاني في فرصة للكل. عاوز الكل يخلص. أنا جاي مشادين، رغم أن أنت هتغلط بس توب، رغم أن أنت كمان عايش في الخطية بس تعالى وتوب وأنا هغفر لك. هنا خلي بالكم ما فيش دينون، لكن إمتى هتكون الدينونة؟ إمتى كمان الفرصة هتضيع؟ في المجيء الثاني. فيجازي كل واحد حسب إيه؟ أعماله. خلاص حسب أعماله هيبقى فيه حساب. فما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة، الفرصة موجودة، الفرصة متاحة للكل، الفرصة بيقول لك تعالوا. وهنا بيقول كمان وبينادي تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. عاوز يريح الكل، يريح الكل من التعب. فالآن ما زال صوت الله إيه؟ يصرخ. فصوت كده سبوعية، صوت الرب نقولها كده مع بعضينا، صوت الرب هو صوت النعمة، صوت التوبة، صوت الحرية، صوت الارتواء، صوت الرحمة، صوت المحبوب، وصوت العدل. ننحني كده رؤوسنا للصلاة. يا ربي نحن مماثلين أمامك، أنت عارف بكل واحد فينا، مش هنداري عليك. ولو إحنا مدارين على الخطية لكن أنت عارفها، لكن بنشكرك لأنك بتسامحنا وبتغفر لينا خطايانا وبتعلن صوتك لينا، صوت النعمة اللي هو بينادينا وبيحذرنا من الخطية اللي بتبعدنا عنك، صوت التوبة اللي بتنادينا عشان تخلصنا من كل خطية، صوت الحرية علشان تحررنا من قيود الخطية عشان ننطلق، صوت الارتواء لكي يروينا، لكي تروينا من ماء الحياة ولا نحتاج إلى مياه أرضية، صوت الرحمة صوتك عشان تشفق علينا وتتحنن علينا، صوت المحبوب لتعلن لينا حبك الدائم مهما كانت خطيتنا، صوت العدل حكمك عادل رغم ان احنا بنخطئ لكن انت بتتأنى في قرارك وتعطينا فرصة أخرى حتى آخر لحظة في حياتنا. هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. لو أنت في أوقات سعيدة سبح لربنا ورنم لي، لو أنت في وقت فيه بتمر بظروف صعبة ثق بالرب، ولو أنت كمان في أوقات مؤلمة التجئ لي، اطلبني في وقت ضيق أنقذك فتمجدني، ولو أنت في أوقات هادئة صلي لي. وفي كل وقت كمان نشكر ربنا على محبته. يا رب أنت تبارك شعبك، تملى يا ربي قلوبهم بالنعمة بكلمتك لكي نكون شهود ليك في كل مكان.
ونعلن يا ربي صوتك في هذا العالم، ونصرخ كما صرخت، ونصرخ أيضا كما صرخ يوحنا من قبل، ونصرخ كما صرخ تلاميذك الذين شهدوا في كل بلاد العالم، ونصرخ أيضا كما كل يوم أبنائك بيصرخوا إليك وبيشهدوا ليك في كل مكان. نصرخ عشان نعلن يا ربي خلاصك لكل العالم، وإعلان المجد دائم أبديا. آمين. إله صالح عظيم جدا، اللي بيقدم كل وقت صوت جميل، صوت رحمة، صوت محبة، صوت العدل، وصوت الارتواء، دايما صوت يسوع حلو. أمين. أيوة إلهي صالح، إلهي رب. أمين جدا. تعال نقول الكلمات الحلوة. واللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده اله قديم ايوه صعب صعب ينكسر. اللي عنده اب زيك، اللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده إله قدير أيوة صعب ينكسر. ده اللي إيده ماسكة إيد، إيده مسحة للدموع. ده اللي هفضل احكي عنه، مين هو؟ ده حبيب قلبي يسوع. ايوه الهي صالح، اله سبح الرب معانا يا الله، يشهد عنه بارع وكل الهي صالح. ايوه الهي صالح، الهي أيوة إلهي حي حبه ماله زي. أيوة إلهي حي حبه ماله زي. عشانه خد مكانه كان تدبيره صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارع. أيوة إلهي صالح الرب يسوع. أيوة إلهي صالح، افرح في ربنا يشهد عنه مبارع وكل السنين. أيوة إلهي حي حبه ماله زي. أيوة إلهي حي حبه ماله زي. جه عشان وخد مكان كان تدبيره صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارع وكل السنين. ارفع صوتك إلهي أمين يشهد عنه، يشهد عنه. أيوة إلهي القدير رب يسوع. أيوة إلهي القدير أهضى من المسير. أيوة إلهي القدير رب يسوع أهضى من المسير، ماسك إيده هو سليم علشان هو صالح. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارع وكل السنين. أيوة إلهي صالح، إلهي أمين يشهد عنه مبارع إلهي عظيم. أيوة إلهي عظيم وفي العطا كريم. أيوة إلهي عظيم، عظيم في العطا كريم. فايض خيره وما ليش غير دايما هو صالح. أيوة إلهي صالح، افرح بحضور ربنا يشهد عنه وكل السنين. أيوة إلهي صالح،
وابرع جمال صاحب الجلال عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طول جناحاتي ما تعلمتش عيش وانا خايف ولا عدت جراحاتي ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طول جناحاتي وانا ساكن في حصون الصخر هي جناح النسر انا اصحى من صخر يسوع القابل للجنة انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر وانا اصحى من صخر يسوع القابل للكسر لا ما تعلمتش اخلي دموع تخش عن عين رؤايا مرة طلوعي إن أبص ورايا لا ما تعلمتش أخلي دموع تحوش عن عين رؤايا لا ما هو لا راح أوقف مرة طلوعي إن أبص ورايا لا ولا لا وأنا ساكن في حصون الصخر ليا جناح النسر مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر أنا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر ما تعلمتش أخلي عدوي شفني بدون تسبيح ولا بكآبة قلبي بغني كأني بدون مسيح ما تعلمتش اخلى عدو يشوفني بدون تسبيح لا ولا بكآبة قلبي بغني كأني بدون مسيح لا وانا ساكن في حصون الصخر ليا جناح النسر وانا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر انا ساكن حصون الصخر ليا جناح النسر اسمع عدد ثلاثة اسمع عدد ثلاثة يا الله ما تعلمتش اخلى عدو يشوفني بدون تسبيح لا لا ما تعلمتش اخلى عدو يشوفني بدون تسبيح ولا بكآبة قلبي بغني كأني بدون مسيح ولا وانا ساكن في حصون الصخر ليا جناح النسر وانا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر وانا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر شكرا ليك يا اللي بترعاني يا اللي ايديك دايما رفعاني اشكر شكرا ليك يا اللي اشكر أشكر ربنا معنا
انت راسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. ما حدش بيحبني قدك وحد قلبي خليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. رعاني يلي ايديك دايما رفعاني. خلينا نختم مع بعض. ابانا الذي في السماوات ابانا في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خلي شعبك بارك في مراسك ارعاهم محفظهم في الإيمان القويم كللهم بالمجد والكرامة كل يوم حياتهم. يا المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك وثبت لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. يبارككم الثلاثة الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.